طيبة لكل المشاهدين، حلقة جديدة اليوم من المعجنات وضيفنا الشيف أيمن عثمان. أهلا وسهلا فيك شيف أيمن. أهلا وسهلا فيك شيف. اليوم رح يكون في عنا بيتزا ورح يكون في عنا تارت، يعني هذه كتير بتهمهم لستات البيوت. نحن منقلهم أنه حضروا الورقة، وطبعا رح نقول مكونات، رح نبلش بالبيتزا ونرجع لعجنة التارت. أكيد. خلينا نشوف المكونات. مكونات بيتزا بصلصة الكريم مع الحبق، مكونات العجينة 500 جرام طحين، 50 جرام حليب مجفف، 30 جرام سكر، 5 جرامات ملح، 50 جرام زيت نباتي، بيض عدد 2، وماء حسب الحاجة. أما مكونات الحشوة، 200 جرام جبنة طرية، 50 جرام حبق، 5 جرامات ثوم، 20 جرام صنوبر، 30 جرام جبنة بارميزان، 50 جرام زيت زيتون، و 300 جرام جبنة موتزاريلا. شف أيمن، يعني أكيد هذه البيتزا اليوم رح تكون غير شكل، واليوم بدي أذكر إنه الحبق والصنوبر هي لصوص البيستو، البيستو يعني هالصوص الطيبة اللي بتعطيها نكهة طيبة للباكرهوني، واليوم رح نفوتها مع بالجبنة الطرية. عظيم. هلا نحن عنا أكيد رح يكون في عنا التارت، بما إنه اليوم هلا المشاهدين سجلوا مكونات العجينة مع طريقة الحشوة، واليوم هذه بيتزا بطريقة جديدة رح نشوف كمان نحن عجينة التارت هيك فرد مرة هنا عم سجلوا بسجلوا كلهم مع بعضهم، لأنه بدنا نريح العجينة ونعجنها ونرجع نعمل العجينة قبل الوقت. هلا شفتها نحن عم نشتغل تكون ارتاحت حتى نبلش نعمل البيتزا، لكن خلينا نشوف عجينة التارت ونرجع معكم. مكونات تارت بالمانجا، مكونات العجينة 300 جرام زبدة، 200 جرام سكر ناعم، 500 جرام طحين، بيض عدد 2، و 500 جرام مانجا. أما مكونات كريم باتيير، 500 جرام حليب سائل، 30 جرام نشا، 30 جرام طحين، 150 جرام سكر، بيض عدد 3، برش ليمون وحامض، وفانيليا رشة. شف أيمن، نحن نبلش بعجينة البيتزا، حط عجينتها تحت الترتيب. أكيد جهزنا العجينة اليوم أو الكيتشن ماشين حتى تساعدنا. هون نحن أول شيء عندنا نحط الطحين، الطحين أو الدقيق كما يقال في اللغة المصرية. يعني فعلا بكل دول عربية بتختلف معاني الأكل. رش ملح خفيفة، رش 5 جرام. أوكي. هون كمان لكن رح نضيف السكر، سكر سكر أكيد اللي تساعد على اللون، بتعطيها لون حلو كثير بالفرن. بعدين حتى السكر وبيض، رح نضيف البيض. بيض طبعا، يمكن لانه اليوم البيضه مبدئيا في وزن بيض صغير وبيض كبير. اذا كانت البيضه حجمها كبير نحط بيضه واحده، واذا صغار بنحط حبتين. عظيم. هون نحن كمان هلا شايف رح نعجن، رح نبلش نعجن، نضيف الحليب. هلا حليب اذا بودر ما بيأثر، واذا حليب سائل ما بيأثر. يعني اكيد نحن كنا ذكرنا حليب مبدئيا مجفف، بس الافضل نذوبه بالماء. ايه اكيد، لان دائما الحليب بيعطيها طراوي للعجينه، بيعطيها نكهه. شايف كمان نضيف له زيت، شوية زيت نباتي ما طبيعي، هيدي حسب الرغبه. ايه دائما الزيت بيعطي ليونه للعجينه كمان، في زي الطراوي.
هلا هو الزبدة وفي الزيت. الزيت افضل على قبل دائما للعجينه. الزبده اذا بدنا نحضها بدنا ندوبها شوي صغيره او تكون طريه تما تاخذ معنا وقت العجينه. عظيم. هون هلا شوف بدنا نضيف مي شوي شوي لحتى نحصل على العجينه تكون ناعمه وطريه. ما بتكون ليش اذا كانت قاسيه العجينه رح تعذبنا بالشغل، اذا كانت طريه رح تريحنا. فنخليها طريه افضل. اكيد. ما تكون دائما اهم شيء ترتاح العجينه وتكون مغطينا هيك بشقفه او ورقه نايلون. كيف هيدي المي هون مظبوط؟ يلا تفضل. شوي صغيره. تدريجيا ما تكثروا كميه بقوه لانه كثير اصلاح العجينه اذا كثرنا مي كثير صعبه، فخلينا شوي شوي دائما تدريجيا. هون لكن نحن العجينه بدات تتماسك بلشت تاخذ بعضها وعم تشد. فانا اليوم ست البيت اليوم بهم وجود هالماكينات الحلوه ما بقى في ظروف تتعذب تاجرهم على ايش ينزلهم 10 دقائق فبطلع العجينه جاهزه. صحيح. هون صار عندنا العجينة. هلا خلي العجينة تعجن، العجينة تعجن شوي على البطيء. اوكي. نحن بس بدنا نعمل الكريم باتيسير تنلحق يسخن الحليب والسكر. عظيم. رح نضيف الحليب. لكن هون. ايه ندور الماء النار. اليوم بما انه هي عجينة البيتزا نحن عجناها قبل بوقت مشاهدينها، كمان بعد نقول انه في تارت بالمانجا، تارت بالمانجا اللي هي من اطيب انواع التارتات وخاصة نحن عم نتناولها بالسهرة على التيفي، عندنا ناس لما بيدوجنا عندنا عشاء، هي من اطيب انواع الحليب. التارت اللي بتلفت نظر اول شيء ومن اطيب النكهة كمان. صح. هلا اضفنا الحليب والسكر على النار. اوكي هلا هون يلحقوا يسخنوا بهالوقت هيدا. عظيم. والعجينه هلا خمس دقائق بتكون صارت توزعت المواد كلها، اخذت بعضها البعض حتى من جوا بنحس انه العجينه صارت ناعمه، ما ضل فيها هالفراغات او هالاشياء هيدي اللي بتبين انه العجينه صارت جاهزه للشغل. عظيم. هون اكيد وهيدا الشيء الخفق هون تحت في حال بدنا نفوق شف ايمن هون. لكن احنا دائما الكريم باتيسير هي من اطيب انواع الكريمات لل ترتيب. كريم باتيسير في له كثير استخدامات، يعني هلا اللي بيحفظ طريقه كريم باتيسير رح يعمل اصناف حلو كثيره بالبيت وتكون غنيه حتى اذا كانت بقلب حشوه الجاتو كمان بتعطي تاثير في حال بدنا نفوتها مع الكريم شانتيي مع الكريم باتيسير بتطلع كمان طعمتها طيبه. هذا جد حطينا فيه شويه الطحين تنحط هلا فيه العجينه وترتاح وقت الناس حابه ما تعذبنا وتلزق بالبيت. اكيد دائما الطحين كي لا تلتصق. عظيم. هون لكن احنا هاي العجينه صارت جاهزه وهون نكعزلها بشكل البولة لحتى تاخذ بعض البعض ونخليها تحطها على جنب محل حتى ترتاح شوي. هلا شيف طبعا اذا حرارة الاوضة دافية تقريبا بدها تقريبا حوالي شي ساعة ونص بتكون جاهزة العجينة حتى تختمر، واذا كان في سقعة بتاخذ شي ساعتين ونص. اكيد. هلا شيف الكريم باتيسير حطينا حليب والسكر على النار. اوكي. في عنا هون طحين. طحين؟ حطوا بجاط هون. هي الكريم باتيسير قديمه كانوا يعملوها بالطحين على الحل. ايه اكيد المطبخ الاوروبي طورها صار يعملها بالنشا ويضيفوا لها كورن فلور هون نشا، مع انه هي الطحين بس نحن ناكلها بعدين بنحس هيك بطعمها بتحس بتقل بتنبسط فيها. اكيد. فيها تقل وقت تاخذها. وبنحط البيض. هودي كله مع بعض. عظيم. نجيب الشريط الخفق. وهيدا الشريط الخفق عندك تفضل شيف. عظيم. هون لكن نحن حطينا الطحين والنشا والبيض اكيد المكونات ذكرنا لكم اياهم بطريقه حتى نحركها. لا في ناس تستخدم صفار بيض، في ناس تستخدم بيضه كامله، يعني بتجي حسب الرغبه وحسب شو بدنا اللون تبع الكريم باتيسير. هلا البرش الحامض والبرتقال هلا فينا نحط منكهات اضافيه في فانيليا سائل او اي شيء نوع من النكهات الطيبه اللي بتحبوا تحطوها، بس طبعا اضافه البرش الحامض والليمون او البرتقال هو اللي بيعطيها النكهه الاساسيه. وراح يخلصنا من البيض. البيض لانه ايه حساس ريحه البيض بيعطي البيض قديش البيض بفيد وقديش مشكلته بالزنخه كمان. اكيد. عظيم. هلا رح يصير هون بدنا ننتبه انه الطحين والكورن فلاور والنشا بيكون دار. حركه مزبوط. اكيد. اكيد ست البيض شوي زينه حركه شوي زينه حتى ياخذوا بعض البعض. نحن هون الحليب السائل. عظيم. يا سلام. دائما استعمل شريط البلاستيك اذا في عندكم كان طناجر من التيفلون هيك افضل لكم ما تتجروح. عظيم. هلا شايف في شغله رح نعملها هلا. نعم. نغلي الحليب. نعم. رح ناخذ شوي من الحليب ونحطه مع البيض ونحرك بس ليصير البيض شوي سخن تما تعذبنا وتبرغل معنا او تتكتل بالتحريك. هيدي بتقولوا من اسرار التحضيرات. هيدي لمسه اساسيه ما في اشخاص كثير ما بيعرفوها وهذه ما بترجع معهم بالبيت.
شكرا. فبدي اعزمك هلا شيف حط لي شويه حليب. يلا ها هون بلش يفور الحليب كمان. شو رايك نحن دغري الحنان بس يفور الحليب دغري بهالطريقه تفوت تحته وهو بهالشكل. شويه حليب بعد هيك ما بعرف شويه صغيره عزم. لكن نحن بهالوقت انتو عم تحرك شيف ايمن نحن رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع نكفي معكم الكريم باتيير. وعودة معكم مشاهدينا وكمان مع ضيفنا اليوم الشيف أيمن عثمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بأيمن. أيمن هون نحن لكان الحديد ترجع نكفي لأنه نحن لفاصيل. هون نرجع نذكر حطينا نحن البيض والطحين والنشا وحركناهم مع برش الحامض والبرتقال وأكيد ضفنا شوية حليب سخن تيصير الخليط شوي سخن. هلا شيف نضيف نضيف وبتحرك شيف يعني تحريك مستمر. لكن هون هي طريقة الكريم باتيير طريقة كتير سهلة وطيبة وكتير من ستات البيوت بيسألون عنها. هون هلا حتشوفوا كيف الكريم باتيير حتشوف معنا تقريبا بثواني. عظيم. هون هلا راح تمسك معنا بتمسك بطريقة. هلا هون نحن بعدين بس تبرد الكريمة فينا نضيف لها إضافات اللي بدنا إياه من عصاير من كريم شانتيه من زبيب من مكسرات من شوكولا من فواكه مجففة. هلا شايف هيك صارت جاهزة حطها على جنب تتسقع ونشتغل. هو دائما يستحسن إذا بدنا نبردها بسرعة نفضيها بجاد أكيد. وإذا في حال ست البيت هيك حبيت تخليها مثلا بقلب طنجة ما بيأثر كمان. عظيم. هون خليها على جنب. هلا عظيم شايف بهيدا الوقت رح نعمل العجينة وبكون الكريم باتيير برد معنا وبتنعمل نبلش بالمنقل. عظيم. عجينة الكريم باتيير يعني الكريم بالتارت. عجينة التارت. عجينة التارت رح نحط الزبدة والسكر بودرة أول شيء بالعجينة. يلا نحن لكن هون تشيل هي عجينة تحضر يركزوا معنا المشاهدات. هون لكن نحن بلشنا هلا بعجينة التارت وأكيد أنتم سجلتوا المكونات تبعها مشاهدينا. دائما وقت في كيس عندنا سكر بودرة زبدة وسكر إيه؟ بدنا نبلش على الواطي بالعجانة تحريك بطيء ايه لانه السكر البودرة رح يطلع لبرا. هي مع انه هيدي نحن وصغار كنا ماضيين ناكل السابلي بالمربى بالشوكولا واكيد التارت بالفواكه اللي هي من اطيب انواع. نحن هون نحن اجمالا رح نبلش نحضر عجينة التارت واكيد هي طبعا الكمية فيها زبدة فيها سكر فيها بيض فيها طحين يعني هيدي تركيبة حتى متلزز ونحن عم ناكلها نغمد عيوننا دائما تغمض العين هي انه دلاله بتكون طيبه. مظبوط يا ملاك؟ صح شيف. هلا العجينه في يعني في كثير بالبيت بيعملوها ورغم انه بتكون مقادير صح بس هي في اشياء لازم واحد يشمها شكاوي انه هي حطبت معنا شيف هي طلعت عم تفتفت. بس بدي اذكر بعض الاشياء هيدي اذا تبعت من اسرار المطبخ. اسرار المطبخ نحن هون بولا قطي معنا اسرار نحن هون نعطي دائما افكار. اذا اشتغلت فيها ست البيت انا بضمن لها تكون عجينه تارت مميزه بتتبهى فيها قدام جيرانهم كمان. شو لكن؟ هلا العجينه بعد ما تتشكل وتخلص معنا بتنحط بكيس وبتنحط بالمراحل حتى تسقع بتكون الزبده شدت. بدنا نحاول هلا على العجن وتشكيلها بقلب التارت بيكون باسرع وقت ممكن الزبده ما تكون رخوه كثير وتعذبنا. فهيدي من الاشياء اللي ست البيت تعمل ايام بالبيت بتتاخر تاخذ وقت معها مش هيك بتعذبها بتصير وما بتنجح معها العجينه بتماسك بتفرط معها. هلا شايف بزيد السرعه شوي صغيره يلا واكيد بتعرف نحن بدنا ناكل هالاشياء الطيبه بدنا نحرقهم. فشو رايك نروح على كيف الرشيقه؟ ايه بروح. يلا بنشوف الرشيقه مع فانيسا خسوق. شيف نشار هاي لكل المشاهدين. اليوم حركتنا شوي صعبة فلازم يكون عنا لياقة مستوى لياقة بدنية شوي أعلى بس مضطرين نبلش نصعب عليكم كرمال تحسنوا جسمكم يكون أحسن وأحسن. مثل ما بنعرف رياضة وقت اللي بيتعود الجسم على الحركات معينة ضروري نعلي المستوى لنضلنا نلاقي الإفادة هي ذاتها. فشيف نشار تبه بتبلش بتنزيل وزنك قبل ما تبلش الحركة. يلا هيدي حركة للمعدة خاصة للخواصر مثل ما بنعرف كلنا من عينة مشكلة البطن والخواصر فرح فرجيكم إياها. ننزل عملنا على الكوع بنحط الإجرة اللي تحتانية قدام والإجرة الفوقانية من ورا. بليز ننتبه إنه جسمنا لازم يكون جالس بهيدي الحركة يعني جالسين من فوق لتحت. تاني شيء ما لازم نلقي على الكتف هيك لأنه كتير بتأذي لازم يكون الكتف جالسة لو بدها توجعنا شوي أحسن ما نكون لاقيين عليها. ناخذ نفس عميق بنخلي ايد قدام ناخذ نفس عميق بنظهر نفس
ومنضلنا هون. بدنا نعد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي فيهم يكفوا بيكفوا، بيطلعوا ايدهم تلوهم، بيعدوا للعشرة، 1 2 3 4. رح نحس بوجع من هون، يعني الهدف هي تشغيل الخواصر. 7 8 9 10 ننزل عمهلنا، قرب اجرينا، بنعيدها ثاني ميل، رح فرجيكم اياها عن جديد. لكن ننزل على الكوع، جسمنا جالس، اجرنا اليمين لقدام، الشمال لورا او اللي فوقانيه لورا، بنوسعهم شوي عن بعض، كتفنا جالسه، ناخذ نفس على الارض، بنهدي هون، بنعد للعشرة، 1 2 4 5 6 7 8 9 10 اللي بحسوا حالهم مرتاحين بيعلوا الايد وبيكفوا، 5 6 7 8 9 10 نزل على مهلنا. مثل ما قلنا بليز، هون الحركات صاروا اصعب شوي للاشخاص اللي بحسوا حالهم مرتاحين مع جسمهم وفيهم يعملون، فيهم يبلشوا فيهم. للباقيين بنبلش بتخفيف الوزن، بنبلش بالحركات البازيك، نرجع ننتقل لهول. شكرا لفانيسا، ودائما نصايحها انه واحد لازم يضعف. اكيد نحن بنشجع الكثير، اذا كان واحد شوي صحته تعبانه يضعف ينتبه على صحته قد ما في. مزبوطه ولا يا مان؟ اكيد شايف هذا الشيء. بس واحد ما بيشي شو لازم يعمل؟ احسن من الصحه ياكل. مزبوطه ولا؟ والاكل طيب، بس الواحد بده يتوقع شوي. اكيد ينتبه شوي على حاله. وعوده الى عجينه التارت تبعنا، نحن هون اكيد حطينا الزبده والسكر، ورح نرجع نضيف هلا البيض مع الخفق المكنه بتكون. نضيف اول بيضه. اوكي، نزيد السرعه شوي شايف. يلا ما بنحط البيضة الثانية لحتى تروح البيضة الأولى. تمام، ركزوا معنا. لكن احنا ذكرنا بيضتين بعجينة الطرب، بس تروح تنخلط البيضة الأولى، نرجع منضيف الضيفة البيضة الثانية. مش وليس الضيفة، ما لا هي البيضة ضيفة. ضيف بدك تحطني قبل لا لا البيض يعني. هون كان البيضة الأولى، ومن ثم تحت تاخذ بعضها ومنضيف البيضة الثانية. نضيف البيضة الثانية. هيدي نحن عم نعطيكم طريقة عجينة الطرب اللي فينا نعمل فيها عدة أنواع من الحلويات. فينا نعمل تارت كبير، فينا نعمل تارت صغير، فينا نعمل أشياء كتير من العجينة. عظيم. هلا إحنا هون عم تاخد بعض البعض. أكيد. رح نرجع نضيف لها نحن بالأخير. الطحين. الطحين. الطحين شايفه وقف المكنة. أوكي. عظيم هون، لكن نحن ها رح نضيف نحن أكيد هلا نفرجيهم للمشاهدين كيف العجينة، وأنت أكيد جهزت عجينة قبل بوقت. أكيد شايف، لأنه هاي العجينة قلت لك بدها تريح شوي بالبراد. عظيم. يلا منبشر بالعجينة شيف أيمن. قديش بدها ترتاح بالبراد تقريبا؟ بترتاح بالبراد ساعة، تكون الزبدة شدت شوي ويصير فينا نشتغل فيها، لأنه حتى فيها تحفظها بالفريزر مدة طويلة. أكيد إذا مسكر منها. هلا العجينة هيدي إذا بدنا نفرزها فينا نفرزها، بتضل معنا 6 شهور بالفريزر. عظيم. يلا شيف أيمن الوقت عم يداهمنا هون، لأنه نحن بنقعد مع المشاهدين كل نهار لا يمل، بس دائما هون. لكن نحن رح نبلش نحن بطريقة العجينة الطرب. عندنا هون العجينة الشوبك. الشوبك أوكي. عظيم. هذا الشكل دائما شوية طحين إجباري نحن عم نجون عجينة الطار، لأنه في حال ما في عن طحين بدها تلزق معنا وبدها تعذبنا. أكيد تعذبنا وما رح تنجح معنا العجينة. عظيم. هون لكن نحن صار عندنا هون نحن عجينة الطار جاهزة، اخذي بعض البعض كمان نفس الوقت. شف ايمن عم جهز القوالب. اوكي شو شف ايمن هلا شو عندنا؟ نحن حطينا هود قوالب التارت، او في قوالب كثير اشكال وفي كثير انواع بقوالب التارت بالمحلات صار فينا نعمل باي قالب بدنا اياه. نعم. بنجيب اي صحن عندنا بالبيت اذا في حال ما توفرت عندنا، واي شيء بيكون له فتحه قطعة. هلا حجم هيدا اوكي. بنرجع نسحبها. طبعا التارت بنحط بقلبها
بطريقه سهله تكون اكيد يعني القطعه اصغر شوي يعني تكون المقطع اكبر من اكيد المقطع بده يكون اكبر منها بشوي. في حاطه قطعه صغيره بس معطيها ضغطه صغيره هي بتوسع على حالها لانه عجينه بتشفت يعني كثير طريه تتعمل لها حفه اكيد. بس هي في ايش هيدي اللي تاخذ شكل التارت ننتبه باصابعنا نشكلها بنضغطها على حرف القالب. والقالب تارت الارضيه مثلا اكيد نفس الشيء في قوالب تارت الارضيه بنشيلها ما بتعذب هذيك بتسحبها من تحت وبتطلع معنا القالب عظيم. لكن احنا بالطريقه رح نعمل هالقالب مجهز كل شيء ورح نروح لفاصل صغير ونعود معكم. وعودة من جديد مشاهدينا وكمان مع ضيفنا الشيف أيمن عثمان. الوقت يمر بسرعة مش معقول جو الطبخ شو حلو. بس هون بدي أعطي ملاحظة نحن كيف ضبينا عجينة التارت بورقة النايلون اللي موجود بالسوبر ماركت هذه فينا حطها بالفريزر بتضاين شهر شهرين وفينا حطها بالمرات كمان بتضاين أسبوع حتى نرجع نستعملها بطريقة سريعة. شيف أيمن أنت عجينة التارت اللي جهزناها صارت عنا بهالشكل بواسطة شفتوا كيف طريقة القوالب اللي حطيناها بيطلع لنا كبسناها بايدنا وعملناها بالشوكه شايف مشان هون اكيد اخذت بالفرن احنا 12 دقيقه على 160 درجه هيدي بدنا بس ما نركز. واكيد رح يكون في عندنا البيتزا اللي جهزنا اياها هون احنا في عندنا صوص البيستو دائما صوص البيستو كثير بيعتبروا همها او البيستو هون حطينا احنا اذا قلنا الحبق والصنوبر وهون شقفه ثوم صغيره ما تكتروا ثوم اذا بدكم تزيدوا بعد شوي صنوبر فيكم تزيدوا زيت الزيتون واكيد جبنه البارميزون من حدك لو سمحت شيف ايمن حتى تعطيها هون كمان قد ما بدكم فيكم تعطوها سماكه عظيم هون. ثم نحن انت بهالوقت عم تحتاج عجينه البيتزا يا ايمن بنطبق هون صوص البيستو انا شوي ما عملتها كثير جديده فيكم ترخوها اكثر بالزيت حتى تمد معنا بقلب الحشوه نحن عم نحط الحشوه لانه اذا كانت كثير سميكه ما نتعذب فيها زيدوا لها شويه زيت زيتون هيك بتطلع لنا بهالطراوي المطلوبه. طبعا فينا نحفظها بمرطبين بالبراد وفينا نحطها شهر لشهر ونص ما بصير لها شيء بتطلع خير شكل. بس بدنا ناكل معكروني عندنا مثلا تنقول اي نوع من سندويشات الاجبان دهنه صغيره على الساندويتش او بقلب البيتزا او بالبرجر او حتى في ناس اذا بياكلوا يخينه بزيدوا لها شويه بيستو مش غلط ابدا. يلا هون بدنا نحشي نحن شيف ايمن. يلا شيف عظيم هي طارق عنك وانت حشي العطار لو سمحت انا هون لكن هون في ناس بيفردوا العجينة بواسطة الإيد وفي ناس بيفردوها بواسطة الشبك بس نحن حسب مثل ما بقولوا حسب العادة. هون أنت عم تحط الكريم باتسيير كريم باتسيير اللي احنا منها بأول حلقة وشفتوا كيف طريقتها مشاهدينا. هون نحن صار عنا جاهزة هلا بهيدا الوقت عم نعمل التارت. أوكي. التارت رح قصيت المانجا اوكي قصيت هيك وقصيتها ب عظيم ترونشيت ترونشيت يلا نحن بنعمل فيها وردة هلا عظيم بنحط أول حبة هاي عظيم والثاني مقابلة يعني بدنا نعمل تارت بشكل الورد وبنرجع بمحل الفتحية هودة اوكي بنحط شبكة المانجا هون كمان رح نساعدك لليوم. نحن ذكرنا بالمكونات انه عندنا جبنة طرية ورح نحط البيستو او صلصة الحبق ونخلطها مع الجبنة طرية اي نوع جبنة طرية بتحبوا تعملوها. نحن اليوم شوي تميزنا بهالبيتزا غير الصوص طماط واكيد مع البارميزون مع جبنة الموتزاريلا بتعطيها النكهة الطيبة عظيم. هون نحن بهالشكل رح ندهن البيتزا مع شيف ايمن اللي عم يعمل تارت بالمانجا. شيف في عندنا هون شوية صنوبر عظيم حتى كمان بدك تحطها لصنوبر ميزة شوية صغيرة هيك يا سلام يا سلام وكمان انا هون رح زد لها البارميزون. هيدي بيتزا من نوع جديد طيبة نكهتها لذيذة ومن ثم طبعا بنضيف لها الموتزاريلا يا سلام. تقريبا البيتزا بدها على درجة 180 حوالي ال 10 ل 14 دقيقة بالفرن حسب الفرن تقريبا اذا كان حامي. وعنا نحن جاهزة أكيد بدك تدهن النفاش هون نحن جهزنا وحدة قبل الوقت عظيم عظيم جهزنا وحدة حتى تكون عندنا البيتزا
للي جهزناها. يا سلام هون الكاميرا خليها تشوفها، شوفوا بيتزا لون جديد. يا سلام شف ايمن، نحن التارت اكيد صار جاهز، بدنا ندهنها حتى نباج. هلا النباج هو مثل المربى هذا هون. تفضل لو سمحت لانه الوقت خلص. عظيم، هيدي هي النباج اللي بيعطيها هالطعم الطيب. النباج يعني هو مثل المربى بس بيجي هذا نوتر، بيستعملوه المحلات الحلو. انتم فيكم فينا نشتري خالص من الماركت، موجود بالماركت او المربى المشمش. ناخذ المربى من دون الحب تبع المشمش، بحط له شويه مي بندهن فيه بصير طيب، وطحنوه على الهاند بلندر. هاند بلندر بصير عندنا هالمزيج طري حتى ندهن. هون لكن نحن مشاهدينا اكيد التارت المانجا صار جاهزه، و البيتزا اليوم شفتوا بيتزا كمان بمذاق ونكهه جديده بشكل. شيف ايمن عثمان نحن بدنا نشكرك دائما هيك اللمسات الحلوه تبعيتك، واماني كمان سلمنا على الحجه وطلبنا رضاها. الله يطول بعمرها. الله يخليك. وشوف كمان اشياء دائما بتجدد، اشياء طيبه شهيه تعلموها المشاهدين. وهي شكرا المشاهدين لكم، ودائما بنقول لكم الف صحتين والى اللقاء. Bum bum bum.